تلقى أمير دولة قطر تميم بن حمد رسالة خطية من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في القمة الخليجية المقبلة في العاشر من الشهر الجاري. الدعوة بحسب مراقبين تعتبر أكبر مؤشر على أن الأزمة بين الدوحة والرياض تتجه نحو الانفراج. كانت السعودية قد قادت في عام 2017 حملة مقاطعة شاملة ضد قطر شاركت فيها الإمارات والبحرين ومصر. تتهم دول المقاطعة قطر بدعم الإرهاب والتقرب من إيران، في حين تنفي الدوحة هذه الاتهامات وتتهم دول الجوار بفرض حصار عليها.